يسعى المركز السعودي لكفاءة الطاقة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال كفاءة وإدارة وتدقيق الطاقة، الذي يعتبر مجالاً جديداً نسبياً في المنطقة، وذلك لتلبية الاحتياج لكل من المبادرات الحالية والمستقبلية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة. القطاع الخاص، شركات البتروكيماويات والإسمنت والحديد وشركات خدمات الطاقة. وينفذ المركز مهام متعددة على النحو التالي: إعداد وتأهيل الكوادر المحلية في مجالات الطاقة، تدقيق، إدارة، قياس وتحقق، تأهيل طلاب الجامعات في الكليات الهندسية وطلاب كليات التقنية والمهنية من خلال إضافة مناهج كفاءة الطاقة في البرامج الدراسية، حيث يعمل المركز على هذه المبادرات من خلال فريق عمل يضم في عضويته خبراء ومختصين من قطاعات مختلفة، هي جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فهد وجامعة الملك سعود والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة سابك وأرامكو والكهرباء. وتتضمن المبادرات ما يلي: أولاً، برامج التدريب الاحترافية. ينظم المركز بالشراكة مع منظمات عالمية مثل منظمة AEE دورات احترافية، مثل دورة مدير طاقة معتمد CEM، دورة مدقق طاقة معتمد CEA، دورة أخصائي قياس وتحقق CMVB، دورة كفاءة وإدارة الطاقة في المباني، دورة كفاءة وإدارة الطاقة في المصانع. ثانياً، التعليم الجامعي، استحداث منهج عن كفاءة الطاقة لطلاب الكليات الهندسية في الجامعات، حيث تم إدراجه حالياً في 5 جامعات: جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد وجامعة القصيم وجامعة تبوك. إنشاء وتمويل مركز التميز في كفاءة الطاقة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. ثالثاً، التدريب التقني والمهني، العمل على استحداث منهج عن كفاءة الطاقة لطلاب الكليات ذات العلاقة التابعة لمؤسسة التدريب التقني والمهني. المركز السعودي لكفاءة الطاقة، طاقة بكفاءة.